قيادة رواد الأعمال، اليوم نستمع إلى نصائح رائد أعمال مغربي هو توفيق الجمالي، حطت به الرحال في خليج سان فرانسيسكو بعد نجاحات مبهرة في عالم تقنية الأعمال. لم يكن مهندس الطيران المغربي توفيق الجمالي يعلم حين غادر وظيفة واعدة في بلاده مطلع الألفية الثالثة ليلتحق ببرنامج إدارة تقنية المعلومات في كندا أنه سيصبح يوما ما أحد ألمع رواد الأعمال العرب في وادي السيليكون. الشيء الذي جعلني أنتقل من موظف في الميدان الإلكتروني إلى رائد أعمال هو أنني كان دائما عندي حب الابتكار وحب المغامرة وحلم تأسيس وإنتاج وتطبيق فكر جديدة قد تستعمل من الملايين من المشتركين، وأيضا في نفس الوقت هي حرية اتخاذ القرارات وأن تكون حلم أن أكون رائد المركبة وليس أحد ركابها. بعد تخرجه من جامعة كيبيك في كندا عام 2004 قرر توفيق الجمالي خوض غمار العمل الخاص ليؤسس عام 2005 شركة يونيك، وهي بمثابة دفتر عناوين ذكي يجمع كافة جهات الاتصال ويحدث معلوماتها تلقائيا. الشركة حققت نجاحا كبيرا تمثل بارتفاع عدد مستخدمي تطبيقاتها إلى 20 مليون مستخدم في أقل من 4 سنوات، ما دفع بشركة فياديو الفرنسية وهي ثاني أكبر شبكة اجتماعية مهنية في العالم بعد لينكدإن إلى الاستحواذ عليها عام 2009. عملية الاستحواذ نقلت الجمال إلى وادي السيليكون في سان فرانسيسكو ليدير هناك مكتب الشركة الفرنسية. مسيرة الجمال مع فياديو دامت حتى نهاية عام 2012 عندما قرر ترك منصبه والتفرغ لإنشاء شركة جديدة حملت اسم فايرل نينجاز، وهي شركة متخصصة في مجال تسويق منتجات الشركات عبر الوصول إلى أكبر عدد ممكن من مستخدمي الإنترنت. الشركة اندمجت عام 2014 مع موقع سوشيبل لابس ليستلم الجمال منصب نائب الرئيس للمنتجات في الشركة، وتضم لائحة زبائن الشركة أسماء تجارية كبرى في مختلف المجالات على غرار لوريال وغارنيه وستيف مادن وغيرها. يرجع توفيق الجمالي النجاح منقطع النظير الذي حققته شركته الأولى يونيك إلى استراتيجية تعرف في وادي السيليكون باستراتيجية الجروث هاكينج، وهي كناية عن دمج خبرات التسويق الإلكتروني والتكنولوجيا في آن واحد بهدف تعظيم قاعدة المشتركين والزبائن لشركة ما. توفيق ينصح رواد الأعمال بتبني هذه الاستراتيجية. Growth hacking هي تقنية جد مشتركة هون في السيليكون فالي عند الشركات المبتدئة التي ليست عندها ميزانيات وإمكانيات كبيرة للتسويق التقليدي، ولكن بعد نجاح هذه التقنية والاستراتيجية تبنتها أيضا شركات كبرى مثل فيسبوك، لينكدين وغيرهم. أنا شخصياً تجربتي مع أول شركة unique.com التي استطاعت استقطاب أكثر من 20 مليون مشترك عالمياً وذلك في ظرف 4 سنوات فقط، النجاح يرجع إلى تبني وتطبيق استراتيجية الجروث هاكينج. لهذا أنصح رواد الأعمال الانتباه إلى النقط التالية. أولاً، لازم أن تلقى طريقة تحول بها المشتركين والزبائن إلى سفراء لمنتجك، وتوفر طرق بديهية تسهل عليهم استدعاء أصدقائهم وأقاربهم للمشاركة، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، البريد الإلكتروني مثل هوت ميل، ياهو، جيميل، وأيضا لائحة المعارف على السمارت فونز. ثانيا، لتشجيع وشكر السفراء وأصدقائهم لازم أن تحفزهم، وذلك بإعطائهم كوبونات مثلا أو مميزات خاصة ملائمة بمنتجك. ثالثا، طبيعة الجروث هاكين تعتمد أساسيا على التنوع واستمرارية التجارب A/B testing واختبارات وعملية قياس والتحليل الفوري،
Real Time Analytics التي هي التي ستبين أكثر الأساليب نجاحاً وملائمة لشركتك ومنتجك. وأخيراً Growth Hacking، استراتيجية ممكن تتبناها بنفسك إذا كان عندك مطورين متخصصين، ولكن إذا كان عنصر السرعة عنصر أساسي بالنسبة لك فأنا أنصحك بالبحث على شركات متخصصة تقوم لك بهذه المهمة.